شباب صحيح الوالد هو طوموبيل طوموبيل ما يهمش طوموبيل كريم انا راكي شايف هو تيقول لي تنقول لا كاين طوموبيل حنا غنتفرقوا دونك الله يرحم بها الوالدي حتى انا اللي غادي تخرج والدراري اللي غادي يخرج غادي يخرجوا لينا حنا مزيانه وليهم هما مزيانه الله يرحم بها الوالد. زكينة زكينة الله يستر لك اختي زكينة الله يكبر بيك خوتك حنا نرفع القبة على هاد الشباب ديال المغاربة مجموعة المغاربة ونفتخر الصراحة الشباب حي الشباب مثال الأجود والأحسن للمغاربة صراحة الشباب كيبرهنوا على أنهم شباب حي الشباب اللي خرج الشارع وضيع الوقت ديالو وضيع المال ديالو وموارد ذاتية تقريبا موارد ذاتية الشباب كيخرجوا الشارع وكيحاولوا بما يفرحوا خوتهم اللي صراحة ما غنقولش عليهم متسردين ولكن الناس اللي بدون مأوى الناس اللي الله يحسن العوان كل واحد كيفاش جرت ليه الظروف أنه أصبح في الشارع ولكن اللي بغيت نوصل من هذا الميساج هذا هو هذا الشباب راه خير مثال هذا هو الشباب المغربي الحقيقي الشباب الحي الشباب اللي فيه روح الانسانيه الشباب اللي خاصنا نضربوا به المثل وكنتمنى هذه البادره انها تعم جميع الشباب ديال المملكه اي مدينه يكونوا فيها شباب بحال الشباب ديال مجموعه مغاربه ومتخر اللي كيتواجدوا بمدينه الدار البيضاء فنقول لهم الله يجازيكم بخير وشكرا على هذه المبادره. اليوم احنا شباب جمعيه مغاربه ونفتخر خرجنا باش نقوموا بهذه الحمله اللي كتستهدف المتشردين اللي في حاجه لهذه الاغذيه ولهذه الاغذيه اللي كنعطيوهم حنايا وبصراحه كيكون احساس زوين انك كتعاون الناس وهما محتاجين لهذا الشيء هذا اكثر منا حنايا. حنا جمعيه مغاربه ونفتخر شباب خرجنا باش نديروا هذه الحمله باش نوزعوا على المتسردين والفقراء المحتاجين الحوايج والماكله والله يجعل هذا الشيء كامل ان شاء الله في ميزان الحسن. خرجنا اليوم باش نقدموا العون للاطفال المتشردين اللي في الزنقه. قدمنا لهم مواد غذائيه الحوايج باش يدفاو شويه وكنتمنى والله يعاوننا باش نكملوا هذا النهار يدوز على خير وصافي. انا ساهمت صراحه كانت عندي الخدمه بزاف ما ساهمتش كنت كنجي غير نعاونهم مره وصافي الدراري اللي معايا هما اللي يعاونوا اكثر. الشباب ديال جمعيه مغاربه ونفتخر كينظموا حمله تطوعيه اللي هي توزيع ملابس واغطيه ووجبات عشاء على الاطفال او للناس اللي كيتواجدوا في الشارع. كنشكركم بزاف نتوما على الحضور ديالكم كصحافه وكتغطيه اعلاميه. كنشكروا الناس اللي ساهموا معنا بملابس بوجبات عشاء كيف قلت لكم. حنا اليوم كنتواجدوا في مدينه الدار البيضاء كنقلبوا على الناس اللي كيباتوا في الشارع الناس اللي ما عندهمش مأوى كنقلبوا عليهم باش اننا ولو نخفوا عليهم واحد العبء انهم صراحه كيعانيوا في هذا البرد كنحاولوا نعطيهم ملابس كيف قلت لكم. الشباب ديال جمعيه المغرب المفتخر في اطار الخرجات الليليه حنا مستمرين ان شاء الله حتى الصباح وغنستمروا ان شاء الله في خرجات ليليه اخرى. كنشكروا كاع الناس اللي ساهموا معنا. كيف كتشوفوا حنا خارجين اليوم بالليل باش اننا نساعدوا المتشردين اللي عايشين في الزنقه كنحاولوا اننا نوفروا لهم وجبات عشاء حوايج كيف كتشوفوا غير كنوقفوا كيخرجوا من كل بلاصه بزاف المتشردين اللي كاينين اللي عايشين في الزنقه للاسف حنا كنوفروا لهم شي حاجه بسيطه اللي هي عشاء ولا حوايج. كنتمنوا من كاع المغاربه انهم يعمموا هذه البادره الى كل ليله دارتها جمعيه فغادي نقدروا اننا نخليوا هاد الناس يحسوا بالدفء لانه في هذه الفتره ديال البرد
كاين واحد المعاناه كبيره خصوصا مع البرد. كنتمنوا من المغاربه كلهم ينخرطوا في هذه البادره ويعاونوا هاد الناس ولو بالقليل، وكيبقى هذا حل ماشي جذري. نتمنوا من السلطات انهم يديروا الواجب ديالهم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.